امتداد اللقاء مع هذه الانطلاقات وانطلاقة شوطنا الثالث عشر ضمن أشواط الانتاج والمنتجين. على بركة الله نتابع هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة في آخر أشواط الانتاج في هذا الصباح. أبدأ مع البداية وأتابع مغيضة علي بن راشد بن علي بن مقارح يتقدم مع مغيضة على البداية والصدارة، بينما أتابع هناك عديمة أحمد بن محسن بن سليم الخوار يتقدم شعاره يتواجد هنا على الصدارة والبداية في هذا التغيير السريع الذي طرى وجرى على أول المراكز، بينما هناك من الجانب الآخر أتابع هناك شعار مسعود بن سالم بن محمد الفيدة المري يتقدم هناك مع هذا الانطلاق، وأتابع أيضا الأسماء هناك التواجد في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، جلاميد علي بن علي بن ناصر النجم المري يتقدم شعاره مع خامس المراكز. هذه الأسماء تابع شعار بن قطامي هناك مع أول المراكز. الوريعة تتقدم في هذه اللحظات، الوريعة على البداية والصدارة، ولكن شوف التغيير، شوف الاسم القادم هناك، التغيير بن شلفة محمد بن عايض بن محمد الحنزاب يغير على مقدمة الشوط هناك مع هذه الصدارة، ولكن شوف القادم، وصول من مواري خالد بن علي بن شفيع الفيد القادم مع هذه اللحظات. الله الأسماء، الله التحديات. بن قطامي ثالثا في هذا الاندفاع، بينما أتابع رابع الأسماء عديم أحمد بن محسن الخوار وخامس الأسماء. وصول في هذه اللحظات من بنت صوغان محمد بن راشد بن سعيد الفيدة مع خامس المراكز. هذه التحديات الأولى مشاهدينا الكرام، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. الوريعة على الصدارة على مقدمة الشوط بشعار مسعود بن سالم بن محمد بن قطامي هنا مع البداية، الوريعة على الصدارة، ولكن شوف الأسماء، التحديات القادمة، الكل قادم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الله القدوم، الله التحدي، وصول من عديمة شعار الخوار القادم في هذه اللحظات. يقدم عديمة أحمد بن محسن بن سليم بن بخيت الخوار، ووصول هنا، شوف القادم هنا مغيضة علي بن راشد بن علي بن مقارح قادم في هذه اللحظات يشكل الخطر، وهناك شلفة محمد بن عايض بن حنزاب مع رابع المراكز. خامس الأسماء مواري خالد بن علي بن شبيعة آل فيدة مع خامس المراكز، ولكن القادمة أتابع بنت صوغان، بنت صوغان تتقدم في هذه اللحظات. محمد بن راشد بن سعيد بن شفيع الفيدة القادم مع هذه اللحظات، ولكن العودة إلى الصدارة، إلى البداية، الوريعة، الوريعة بن قطامي هناك مع البداية، مع التحديات، مع الانطلاق الأول، مسعود بن سالم بن محمد بن قطامي. الله الله على هذا الأداء، ولكن الله مغيضة بن مقارح قادم شعار الخوار هناك يتقدم مع عديمة ثلاثية الصدارة، ولكن شوف القادم، شوف القادم، شروق تصل بهذه اللحظات. محمد بن راشد بن علي آل بريص المري، الله الله إلى أسماء، ولكن العودة هناك بن قطامي مع الصدارة، مع الانطلاق، الوريعة غادرت بناموس هذا الشوط. الله الله يا بن قطامي مع هذا الاندفاع، التحدي الأول هناك مع الوريعة. مسعود بن سالم بن محمد الفيدة المري يتقدم، ينطلق، يظفر بناموس هذا الشوط بانفراد، بانفراد على الصدارة بأداء ممتاز، بانطلاق رائع. تهانينا والناموس لمسعود بن سالم بن محمد الفيد المري على هذا الانتصار. الله، هنا الوريعة ولحظات الوصول، لحظات الانتصار. تهانينا والناموس لمسعود بن سالم بن محمد الفيد المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز
وصلت مشاهدي الكرام. كان الوصول من الفائز عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري وثالث المراكز. وصلت هنادي عبد الله بن سعيد بن تركي ال بحيح المري ورابع المراكز. وصلت في رابع المراكز شروق حمد بن راشد بن علي البريص المري. وخامسا كان الوصول من مغيضه علي بن راشد بن علي الحميدي بن مقاره. هكذا كانت النتيجه. نعود بالتوقيت الزمني والوريعه من ظفرت بناموس هذا الشوط بست دقائق اربع ثواني 68 جزء من الثانيه. الثانيه لمسعود بن سالم بن محمد الفهيد المري على هذا الفوز ثاني المراكز. كان وصول مشاهدينا الكرام من الفائزه بست دقائق ست ثواني 79 جزء من الثانيه. الثانيه لعبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. وثالث المراكز كان وصول مشاهدينا الكرام. وصلت هنادي بست دقائق سبع ثواني بدون اجزاء من الثانيه. التهنئه لعبد الله بن سعيد بن تركي ال بحيح.